السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. هالنهار إن شاء الله غنقدموا واحد الحلقة ديال ماذا لو حدث كسر في أرجل الأرنب من الأرنب. إذن هذا الأرنبة وقعت لي واحد المشكل فيها، اسمه هو أنها هربت لي البارح من الكاج، يعني خليت الباب مفتوح وهي هربت، ومنين بغيت نتبعها ونشدها، يعني مع هي بلدية خفيفة ما قدرتش نشدها في الحقيقة، ماشي بحال الروامة. المهم أنها بقينا تابعينها أنا والولاد ديالي، ما شديناهاش في الصح. فكرت أنني نديرها واحد البانيو، ها هو هذا البانيو، يعني ونغفلها ونحطو عليها. مني حطيتو عليها ضربت في الجهة الخلفية من البانيو، ضربها في هذه الجهة هنايا، وصبحت ما كتاكلش، مع العلم أنها حاملة. يعني صبحت ما كتاكلش، رجليها من هنايا غير كتجرهم نتوما، الا شفتوا رجليها راه ما قادرش انها تتحرك نتوما، اما راه غير لاحظوا الرجل ديالها كي دايره. هي ماشي هرس ولكن موعته، يعني هذا ماشي هرس ولكن موعته. الطريقه كيفاش نداويو مثل هذه الحالات هذه، مع العلم عاوتاني اسمحوا لي ان الماكله ما كلاتش من البارح، يعني قطعت الماكله بواحد الطريقه، يعني كتقول لك انني راني صافي كاين شي عندي شي مشكل. القضيه ديال الحموليه حامله راه رمات، علاش؟ لانها ملي الارنب كيتصاب بشي اذى كترمي. انها نتوما معايا شوفوا واحد الشكيوه راها رميها تمايا، راه هذوك راه ديك الشكوى اللي كتكون ديال الصغار، راها ما مهم، هذا هو الكاج ديالها راها رمات. اذا الحل اسمه شنو هو الحل؟ ديما ملي تشوفوا شي التهاب كاين في الارانب ديالكم، ايا كان البلديه ولا الروميه ولا الكروازيه، ملي تشوفوا شي التهاب كتحط يدك هنا كتلقى عندهم الحراره مرتفعه، بلا ما ديروا المحرار ولا، راه حتى الانسان الا كان مجروح واحد يعني عضو من الاعضاء ديالو، ممكن ان يكون غير جرحه خفيفه، وكتلاحظوا ان الحراره ديال الجسم كتطلع، ما كيبقاش الارنب مزيان، وحتى الانسان كذلك ما كيبقاش مزيان، ان الحراره كتطلع. هذيك الجسم كيحارب، حنا كنقولوا الجسم كيحارب. المهم ما ندخلوش في يعني التفاصيل ديال هذا، يعني تشخيص الحاله قد ما نهضروا على يعني المداوات ديالها والعلاج ديالها. اي التهاب يكون على مستوى الارنب كما بغى يكون، كتكون الحراره عنده هنا، ملي كتحطوا يدكم هنا كتلقاو سخون بواحد الطريقه ماشي عاديه، ماشي نورمال. انا دابا كنحط يدي هنا كنلقاه حار، الحراره درجه الحراره مرتفعه بزاف. هذه راه طريقه ما كيديرها حتى شي واحد، حق انا غير مني راسي اكتشفت الطريقه. ملي كنقلب الارانب ديالي هكا كنتفحصهم، كنقلب هنا كنلقاهم عندهم واحد الدرجه ديال الحراره. اما اللي كيكون فيه يعني مصاب بشي اذى، ملي كنقيس له هنا كنلقاه درجه الحراره مرتفعه بزاف. غادي نوريكم الطريقه ديال العلاج ديالو، وهي ابره بيليسيلين عاديه ضد الالتهابات. بيليسيلين ضد الالتهابات راه كاين حتى بالنسبه للانسان، راه كيمشي اي واحد اي شخص كيمشي للسبيطار وكيدقوا لك بيليسيلين كتكون ضد اي التهاب في الجسد باكمله. بيليسيلين غادي نوريكم فين كتضرب، اولا ما كتضربش هنا، لا كتضرب هنا فوق الرقبه. الطريقه غادي نوريها لكم، 1 سنتيم كتدقوا لها 1 سنتيم ان شاء الله ويكون الخير. اذا الطريقه هي كالتالي، انتما كما قلت لكم ما كتضربش في الفخذ هنا، ولكن كتضرب هنا فوق الرقبه. هذه هي بيليسيلين، اللون ديالها ابيض كالحليب، كتكون واحد البويقه ضروري تحيدوها انتما، ديروا بهذه الطريقه خا يخرج واحد شويه ماشي مشكل. انتما تقطعوا عليها بحال هكا، انتما ما كاينش يعني شي بويقه ولا هواء اللي كيكون هنايا. شنو غادي نديروا؟ غادي نمشيو للرقبه الودنين ديالها، نحركوهم بحال هكا، نشدوهم هكا، وغادي نهزوا هاد الجلد ديالها هكا هكا. وهذه ما كنوضعوهاش هكا، الراس ديال الابره ما كنحطوش هكا، وانما مائل ماشي لدرجه يكون ناعس هكا، ولكن مائل بحال هكا.
وغادي تحسوا يمكن ان الابره تدخل هكا وتضرب خارج الجلد. لا خاصكم الابره تدوزوها ما بين الاصبع ديالكم، يعني غادي ديروا هكا، لاحظوا معايا وشحال غادي تخشيو؟ تخشيو واحد السنتيم تقريبا، سنتيم. اذا هانتوما انت ميلت بهذه الطريقه، هزيت الجلد هكا هكا هكا. انا دابا راني حاس بالابره فين دخلت، انا ملي كنتحسس هاي هانتوما الراس ديالها راني نتحسو وصافي كتكيو هكا. راه كان واحد شويه هنايا يعني حصلت، ولكن ماشي مشكل، راه ضربت لداخل بحال هكا بهذه الطريقه. ها هي لاحظوا انها ما ردتش الجوانب، يعني راها دخلت. اذا بالشفاء ان شاء الله، ان شاء الله يكون الخير. اذا هاد البيليسيلين تسمو كدير كتحيد جميع الالتهابات اللي كتكون فيها، وكتساعدها انها تبرى بواحد الطريقه يعني سهله، ما كنخليوهاش هي تقاوم هذاك الالتهابات، وانما حنايا القضيه ديال الحمل ممكن هاد الابره واخا تكون حامله ديروها لها وما يكونش المشكل، ولكن بالنسبه الى مشات حتى رماتهم ماشي مشكل. هذيك الالتهابات هي كتكون درجه الحراره مرتفعه، كتولي داك الحمل عندها ماشي هو هذاك، ممكن انه ترميهم وممكن انه ما ترميهمش. المهم يكون عندكم شي اي نوع من التهاب جاكم في الارانب ديالكم، هذه هي الطريقه. بيليسيلين عاديه كتضربوها لهم في جهه الرقبه، وان شاء الله يجيب الله التيسير. الناس اللي ما شاركوش معنا شاركوا معنا، قناه غادي بالدعم ديالكم، تكيو على زر جيم باش تساندونا، ما تنساوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.